اهلا بكم مشاهدينا، ويوم جديد ومعلومه طبيه في طريق الصحه. بتظهر في الفم وبتسبب الكثير من الألم، وقد تسبب أيضا ارتفاع في درجة حرارة الجسم. خد بالك، هذه القرح لما بتظهر عند الأطفال ممكن تكون عرض لحالات مرضية. خد بالك، الهيربس اللي بيحصل عند الأطفال أو عند الناس الكبيرة ده فيروس بيجي كلنا واحنا صغيرين، بيجي يصيب الأطفال، بيطلع على شكل في الشفايف وفي اللسان وفي على شكل فيزيكل زي كورة كده. الكورة دي بتنفجر تعمل قرحة، القرحة دي بتقعد من أسبوع ل 14 يوم. طيب أنا كنت خلاص الهربس ده جالي للطفل، والطفل الموضوع ده عدى، الفيروس نفسه ده بيروح فين؟ الفيروس ما بيموتش، الفيروس ده بيطلع بيقعد بيعمل حاجة اسمها ليتنسي، بيقعد في المخ في مكان معين ينتهز حدوث أي هبوط للمناعة. حد جاله دور برد، حد جاله أي هبوط في المناعة، فيبدأ الفيروس ده ينزل تاني، يمشي في الكورس بتاعه، يبدأ يطلع لك شكل الفيزيكل دي ترابتشر، تعمل لك شكل القرحة. طيب احنا بنعالجها ازاي؟ هي ليها حاجة من الاتنين، هي سيلف ليميتنج يعني هي بتخف لوحدها، وعشان نساعد الناس احنا بنحط زي كريمات من ماده معينه. الكريمات الماده دي اسمها اسايكلوفير، بنحطها علشان نقلل شويه الوجع ونخلي المريض ده نقلل فتره ال 10 ل 14 يوم، مثلا تقعد اسبوع 10 ايام بالكثير قوي قوي، لكن هي هتاخد الكورس بتاعها وهي سيلف ليمتنج وهتيل. للاسف هي بتقعد معانا طول عمرنا ما بتروحش، بتنتهز هبوط المناعه، تنزل تعمل فيزيكال ورابتشر وتنتهي تاني. التهاب الأعصاب الطرفية هو اضطراب بيصيب الأعصاب اللي بتتحكم بأطراف الجسم زي الإيدين والساقين، واللي بتنقل الإشارة الحسية للمراكز المتخصصة في جسم الإنسان، مما يؤدي لضعف قدرتها على إيصال الإشارة والإحساس بطريقة سليمة، وأحيانا قد يؤدي إلى فقدانها كلها أو فقدان حتى عصب واحد، وبالتالي بينتج عن ذلك الشعور بالتنميل. إيه أهم الأسباب ونصائح والعلاج؟ هنعرف كل ده من ضيفنا الدكتور أشرف محمد العسيلي، استشاري جراحة المخ والأعصاب. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. أهلا بسعادتك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور. يعني حابين نعرف يعني إيه التهاب الأعصاب الطرفية، وهل بالضرورة التنميل بيكون سبب الالتهاب أو سببه يعني الالتهاب؟ طبعا هو التهاب الأعصاب الطرفية كل الأعصاب اللي خارجة من الجهاز العصبي المركزي اللي هو من المخ والحبل الشوكي وبيغذي الإحساس في الجسم كله، أول ما بيحصل فيه التهاب بيبدأ المريض يشتكي من الوغف، من الحرقان في الايدين وفي الرجلين، ساعات عدم الاحساس بعد شويه، او انه لابس شراب او بندي. احيانا حرقان والم شديد جدا او طعنات في الايدين وفي الرجلين نتيجه تلف في الاعصاب الطرفيه. دكتور، في بعض الحالات يمكن بنلاقي بعض الناس بيشتكوا ان هم الحاجات بتقع من ايديهم، هل ده بيكون مؤشر او عرض لالتهاب الاعصاب؟ وايه هي الاعراض اللي يمكن من خلالها التعرف على مدى الاصابه؟ ده بيحصل ضعف بقى، لان احنا عندنا الاعصاب في اعصاب حسيه اللي هي بتنقل الاحساس من الجلد او من اجزاء الجسم للمخ، وفي الاعصاب الحركيه اللي هي بتنقل الاشارات العصبيه من المخ للعضلات والحركه. فدي بيتاثر الاحساس، الحركه بتاعت العضلات بتاعت الايدين بتضعف، يبدا العيان بعد شويه ايديه مش قادر يدي حاجه، الحاجات تقع من ايده، او وهو ماشي في الطريق يبدا رجليه تعطر، الشبشب بيتقلع منه من غير ما ياخد باله. ده كله بيبقى الحالات متقدمه شويه، يعني ان هو سايب المرض ما خدش علاج وسابه لما توغل شويه الجسم. طب انا حابه ارجع مع حضرتك بقى للاول خالص، يعني ايه هي الاسباب اللي اصلا بتؤدي للاصابه بالالتهابات او التهابات الاعصاب الطرفيه؟ يعني هل مثلا ساعات سوء استخدام الايدين او التحمل عليها زي حمل اثقال في الجيم او عمل يمكن يدوي بيكون من الاسباب المباشره لالتهاب الاعصاب الطرفيه؟ ايه الاسباب اصلا في بتسبب الالتهابات؟ عندنا اما اسباب مرضيه زي امراض السكر، وده الشائع جدا، اكتر حاجه بتعمل ضرر والتهاب الاعصاب، مرضى الفشل الكلوي، الناس اللي ساعات اللي شغالين في الحاجات المواد السامه للاعصاب زي الرصاص، زي الزئبق، المبيدات الحشريه، ده كله بيعمل ضرر وتلف الاعصاب. الصدمات المباشره او غير مباشره، الصدمات المباشره حد اتخبط بالدراع او حصل خبط على العصب
الناس اللي شغالين مثلا بألعاب أثقال أو اللي ماسك دريل أو مواد هزازة بيحفروا الطرق، بيحصل اهتزاز، بيحصل تضخم في العضلات والأربطة اللي حوالين اللي ماشي فيها مسار العصب، وبالتالي بيحصل التهاب في العصب. طب وهل التهاب الأعصاب مرتبط بحالات مرضية تانية يعني غير السكر والكلى؟ كتير يا فندم، يعني في مثلا الناس اللي هم عندهم أورام في أو غضاريف، أو بيحصل ضغط على الأعصاب اللي خارجة، الأعصاب المحتوية اللي خارجة من الحد الشوكي. الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط المخ، سواء كان ورم أو ارتفاع حميد في ضغط المخ، ارتفاع سائل ضغط المخ، بيعمل التهاب في عصب العين، وده بقى حقيقي. امراض مناعيه زي الجليان باري، بيحصل التهاب الاعصاب نتيجه المناعه، بتعمل تلف للاعصاب خصوصا الاعصاب الطرف السفلي. طب خليني اسال حضرتك عن اكثر الحالات شيوعا لالتهابات الاعصاب الطرفيه، هل بتصيب الرجال اكثر ام النساء اكثر؟ لا، هو اكثر حاجه مرض السكري ده اشهر الامراض اللي موجوده وبنسبه عاليه جدا. وعايزه اعرف علاقه نقص الفيتامينات والاصابه بالتهاب الاعصاب، يعني ساعات كثيره قوي بنشوف السيدات بالذات كمان اللي عندهم التهابات في الاعصاب، الدكاتره دايما بينصحوا ان هم ياخدوا فيتامين بي 12، هل هو مفيد؟ من ضمن الاسباب نقص الفيتامين زي خصوصا بي 1 وبي 6 وبي 12 وماده الصايبين، المواد دي كلها عشان كده ممكن تعمل التهاب شديد في الاعصاب، ولذلك المرضى بيتحسنوا بمجرد ما نديهم الحقن البي مركب او الفيتامين او مجموعه فيتامين بي كومبلكس اهيت، بيتحسن لان نقص الفيتامين وعوامل نقص التغذيه بتاثر جدا على التهاب الاعصاب. دكتور، يمكن المريض او مريض الاعصاب الطرفيه عامه بيعاني من مشاكل يمكن حتى نفسيه اكتر من ما هي جسديه، وانا شفت ده شخصيا في حياتي، فحابه اعرف من حضرتك العلاج بيكون عامل ازاي، هل العلاج دوائي فقط ام علاج طبيعي، واهم طبعا النصايح اللي حضرتك بتوجهها للمشاهدين. حسب الاسباب بنقول العلاج، فمثلا المرضى اللي هم زي مرضى السكر او الامراض المزمنه، فبمجرد ما بيظبط السكر ومستوى السكريات في الدم، فده بيأخر قوي في ان المرض يجي بسرعه او ان المرض يبقى شديد، ويحد من حده المرض كتير قوي، تظبيط السكر في الدم مثلا. الناس اللي هو عندها ضغط على الاعصاب يبقى بيعمل حاجه زي ضغط الرزغ على العصب بتاع ضعف الايدين، بنعمل له عمليه تسليك عصب، فمحتاجين دايما التغذيه السليمه، محتاجين الرياضه باستمرار، لازم نمارس الرياضه باستمرار، لازم ننظم زي ما قلنا مستويات السكر في الدم، او اذا كان مريض الكلى بياخد الادويه بتاعته، ده كله بيحد من البرد. العلاج الطبيعي طبعا والمحفزات للاعصاب، العلاج بالادويه، النهارده في ادويه حديثه كتير قوي بتعالج التهاب الاعصاب، وناس كتير بتخف بدرجه كبيره جدا وبتتحسن جدا النهارده بالادويه الجديده ومحفزات الاعصاب. دكتور، في اجاز شديد جدا، هل بتنصح ان الناس تاخد فيتامين بي 12 حتى لو حاسين بالتهابات بسيطه ولا لا؟ مهم في الاول فعلا. دكتور اشرف محمد العسيلي، استشاري جراحه المخ والاعصاب، بشكر حضرتك على المعلومات المفيده والقيمه اللي حضرتك زودتنا بيها في الحلقه. الاعتدال في اي مجهود والتركيز على الاغذيه الصحيه الغنيه بالفيتامينات من اهم العوامل اللي بتقينا من التهابات الاعصاب. بنشكر مشاهدينا على حسن المتابعه ومستنين مشاركتكم واستفساراتكم على صفحه البرنامج. نسيبكم في صحه وعافيه.